لا حد فيكم يجيب طاري جدا ابوي انه ماخذين شاهد اليوم. اذا سالونا من ابوي شو نقول لهم؟ والله عاد ما ادري ايش تقول لهم، المهم لا تجيب لهم طاري انه ماخذ شاهد. مجود شكلك مروس بالشهاده مو كذي؟ يا اخي انت ليش ملقوف؟ تبي انا اعطيك طلاق على عينك الحين؟ مالك شغل خلاص قول لهم ما ادري عن شاهد. ان شاء الله. تفضل. قرب ياذن هذا العصر وشاي توي خلص. شو اسوي على ما غسلت المواعين؟ تعال. مون حبيبتي اعطتك شهادة؟ لا يبا باكر. وانتوا ايش صار على شهاداتكم؟ فيكم ساكتين ما تردون؟ اي يبا اعطونا شهايد اليوم. هي ليش ما يبتوهم؟ قوموا يما يبوهم. ان شاء الله. وانت؟ ايش حقه ما تقوم تجيب شهادتك؟ لا يب احنا قالوا لي على الاسبوع الجاي بيعطوني اياها. ايش هالمسخره؟ شنو الاسبوع الجاي؟ احد قالوا لي الاسبوع الجاي. تفضل يب. ايه عافيه على ولدي. عافيه امتياز كالعاده. شاطر يبا شاطر. عافيه عليك يبا عافيه عليك. شاطر حبيبي. معدلك العام نازل درجتين ليش؟ يبا والله اسف، مره ثانيه راح يبي يقدر يرفع راسك، والله اسف. عقابا لك ماكو ايباد اسبوع، تسمع؟ يبا تكفى اسف والله. بس خلاص يلا روح اقعد هناك. بدريه يبي لي جنطه ماجد. يبا والله ما اعطوني اياها، ليش ما راضي تصدقني؟ للحين ما اعطوني اياها. خلاص قال لك الاسبوع اللي هاي. قلت لك قوم ايبه جنطة ماجد. ان شاء الله. عمون الله الله بالشهادة باشر، مو تكون ناقصة درجات. لا يبا ولا يهمك، كل علاماتي امتياز. عفية على الشاطرة. وانت الدرجتين هذا اللي نقصتهم تردهم مرة ثانية. الشهر الجاي ما بشوف شهادتك كذي تسمع، والايباد اسبوع ماكو. تحلف تقول ما اعطوني الشهاده لان تجيب المرض مثل وجهك. تكفى تكفى سامحه اخر مره. اسامحه على شنو؟ على سواد وجهه؟ على الشهاده اللي مثل الاوادم؟ عشان خاطري عشان خاطري اخر مره ما يعيد. اي عشان خاطرك؟ هذا ما يتسنى. انت يا الثور قل لي ما تنتبه على المدرس؟ يبا والله انتبه معاه. وين منتبه معاه؟ لو منتبه معاه كان يجيب درجات مثل الاوادم، هذه درجات تجيبها؟ قل لي هذه درجات؟ اسف اسف والله يبا ما راح اعيد، هذه اخر مره. كم مره قلت لي اسف؟ الشهر اللي طاف قلت لي اسف بعد درجاتي، واللي قبله قلت لي اسف بعد درجاتي، هذه درجات تجيبها؟ يبا تدري شلون؟ انا هذا حد مخي، هذا اللي قادر استوعبه، تبي تبي ولا ما تبي كيفك عاد. بعد بنت لسانك علي، واخري عني. سامي تعال انا اوريك شلون، تعال تنعاش. وين بتروح يعني؟ وين بتروح؟ خلاص الولد كبر ما يصير تمد ايدك عليه. هذا كبر؟ كبر ودبر هذا. سمعيني ما يطلع من البيت وتاخذي موبايله ما تعطينا اياه لا تستنى تسمعين ولا بس هم ما يصير تطق. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه. الولد كذي هنا قدام اخوانه. انت ايش حق واقفين؟ يلا كل واحد غرفته. يلا يلا وانت واخر عن وجهي. خير ماجد ايش فيك؟ تكفى دور على ماجد ما ادري وين راح. ليش صاير بعد؟ مزفت بالشهاده وهو طقه وطلع ما ادري وين راح. روحي 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 ارتاحي الحين انا امر ناصر ونروح ندوره. تلقينا عند ربعه بالفريج اللي ورانا ولا بالجمعيه. تكفى اذا لقيته طمني. حاضر. مشكور ما تقصر. طول عمرك ان شاء الله يبقى نروح. كلمت عمامه يدورون عليه. ارتحت الحين؟ ارتحت يوم كل الناس عرفوا مشاكل ولدك وبلاويه؟ لا ما ارتحت وما راح ارتاح لان اشوف ماجد نايم مع اخوانه. انا كم مره قايل لك اخواني ما بيهم يدخلون مشاكلنا، بس ماكو فايده عمك اصمخ. لان اخوانك احن منك على ماجد. حد سواه ماجد عشان زفت بالشهاده، ترى انت وايد قاسي عليه. هذا الخراب، كل شيء ولدك يسويه عندك هين. خليه باكر لا شهاده ولا علم. وش بتفيد الشهاده؟
إذا باكر تخرج وهو يكره أبوه ولا يطيق يقعد معاه. أعتبري راسي، أنا بروح أنام ولقعدت العصر أتفاهم مع ماجد. حسنين، كم كرتون عندي هنا؟ هنا عندنا 120 كرتون سعادة الباشا. 120 كرتون. وبالمخزن كم كرتون عندي؟ لا بالمخزن لا والله ما اعرفش. شلون ما اعرف؟ حسنين روح شيك لي بالمخزن كم؟ ابي اعرف الكمية. الحين اشوف لك كم كرتون واجي بسرعة. يلا. زرا زرا ماجد واجد زالة. ليش هو وينه فيه؟ حجي صالة. عند الحجي صالة؟ ايه. متأكد؟ ايه. خلاص كمل الشغل على ما يجي حسنين. ها ماشي. بس يا ولادي بس يا ماجد قطعت قلبي من وصلت قاعد تبكي. ابي انا قلت لك بعد ما راح ارجع بيتنا ماني راجع. لا حول ولا قوه الا بالله. ابوك قلبه عليك يبي مصلحتك يا ماجد. الله قلبه علي ويبي مصلحتي فيقوم يطقني قدام كل الاخوان. انت يرضيك هالحكي عمي؟ انا ما يرضيني بس يظل ابوك. السلام عليكم. السلام. مجود؟ ايش فيك؟ ايش مسوي؟ يقول ابوه مدد عليه علشان علاماته مو زينه بالمدرسه. هم يدرون انك بالجمعيه؟ لا ما يدرون، ومسكر تليفوني ولا راح اقول حق احد اني بالجمعيه. تلاقي امك وابوك الحين متشاغبين عليك، قاعد يدورونك بكل مكان. صح كلامك. امي الحين قاعد تحاتيني، بس هو الحين تلاقي نايم ولا قاعد يفكر فيني اصلا. الو. هلا وليد. اي انا بالجمعيه. اي كاهو قاعد قدامي. ان شاء الله. خلاص لا تحاتي انا راح ارد البيت. طمن ماجد. يلا سلام، مع السلامه، باي. شفت عمك وليد وعمك ناصر قاعد يدورونك بالفريج بهالقايله. عمي تكفى، قلت لك ما بيرجع البيت، لا تخصبني على شيء ما ابي. امشي على الاقل اقعد بغرفتي، المهم ترجع البيت. يلا خلصني وراي شغل ايش كثر ما خلصته بالجمعيه. يلا قدامي انطرني بالسياره. يعطيك العافيه حجي صالح، تعبناك ويانا. حياك الله، عيالنا انتوا عيالنا وماجد خليه بعيوني يعني. تسلم عيونك، يلا خليك انا. طلع من البيت ماكو، زعلان متضايق ابيك تنثبر هني وتجاب الكتبك، وبعدين بجيب لك مدرسين خصوصيين، واحد حق الكيمياء وواحد حق الفيزياء، وبشوف الشهاده الجايه ايش تبي تسوي. يبا انا مو محتاج حق المدرسين الخصوصيين. بس انت شرفك حق مصلحه نفسك. أنا أبوك وخاف عليك وأعرف مصلحتك أكثر منك. باكر لك كبرت تعرف ليش قاعد أسوي كذي؟ ومرات يتدخلون الناس في حياتنا باسم الخوف على مصلحتنا.